الأستاذ صغير زكراوي رئيس قسم القانون العام بكلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس في تصريح عالمي بعد لقائه بالرئيس قيس سعيد رفقة عدد من أساتذة القانون من بينهم أمين محفوظ، يقول رئيس الجمهورية قد يعيد مشروع تنقيح قانون المحكمة الدستورية إلى مجلس نواب الشعب. هذا من حقه إنسان كيف يخدم في إطار القانون والدستور نجمش تعيب عليه. إذا كان يجيه القانون ويرجعوا بالشياقة إقراره مش ب 109 وإنما 131، هذا من حقه المطلق، بل عنده حق آخر أنه ينجم حتى يعرضوا على الاستفتاء. هوني معناه ما يلزمش الإنسان ينكر على إنسان حقه في ممارسة صلاحياته سياسيا، وين ما عندوش سياسي. لا وين ما عندوش حق، إذا كان يعمل كيما أداء اليمين يخليه في التيروار متاع وزارة رئاسة الجمهورية ونقعدوا معطلين، وقتها يمثل خطأ جسيم يعرض صاحبه إلى المساءلة الدستورية. فبالتالي خطأ جسيم لرئيس الجمهورية يعني حتى العزل سيد أحمد، يمشي حتى العزل. وبالتالي إذا كان الرئيس سعيد باش يستمر في تعطيل دواليب الدولة أن الحكومة ما تجتمعش وما تتشكلش وأنه الشيء اللي ما يعجبوش وما يوفقش عليه، ما عندوش حق الناقد، ما عندوش دوا دو فيتو في الدستور التونسي، وقتها يتحمل مسؤولية دفع البلاد الانفجار، لأن السيستم مبلوكي والحاجيات متاع المجتمع تتعاظم. راو معناها حياة الناس اليوم أصبحت جحيم حقيقة، ما يوصلوش باش يلبيوا حاجياتهم الأساسية. في تقديرك شكون يدفع رئيس قيس سعيد اليوم لهذا الخطأ الجسيم أو لأخطاء جسيم أحمد نجيب الشابي؟ نعم، هو قيس سعيد ذاته، هذه قناعاته، هذه تصوراته، الناس اللي اختاروه هو في البقعة هذيك باستحقاق ماهوش بمزية، ولكن من قبل لا يوصل أنا عبرت على رأيي في أثناء قبيل الحملة الانتخابية واللي قاعد يصير كل مشي في هذا الاتجاه. هو هذا الشخص هذا معناها مطلوب منه مش أنه يغير أفكاره، أنه يحترم الدستور ويحترم مؤسسات الدولة ويحضر روحه لنيابة جديدة في ضوء تعديل النظام السياسي. مسألش هذا حقه، هو تونسي كيفنا كيفه، عنده حقوق أما عنده واجبات. أول واجب يقع عليه هو أنه ما يعطلش مؤسسات الدولة، والرئيس قيس سعيد الآن هو مصدر للتعطيل. فما مصادر أخرى قاعدة تعطل في الدستور في البرلمان. البرلمان يعني في تقديرك سيد أحمد نجيب شابي لو يواصل على هذا النهج الرئيس قيس سعيد آنذاك من حق البرلمان القيام بخطوة في اتجاه عزله دستوريا؟ ما ينجمش البرلمان بدون محكمة دستورية ما ينجمش يعزله. باش قلتك احنا ديجا في حيط ما نعرفش باش يصير فينا، من كل حيط باش ترشق علينا. معناته البرلمان ما عندوش الحق باش يعزل الرئيس من غير محكمة دستورية، وهو يعمل في المحكمة الدستورية حركة النهضة بالذات هي تهديد الرئيس راهو نجم نحاكمك، هي جزء من الصراع السياسي، لكن احنا ماناش داخل الصراع السياسي.